مرحبا تحياتي، عشان فرجيكم من أكثر وأكبر وأقوى مضادات الأكسدة والمضادات السرطانية اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار. عملها سهل جدا، سعرها أرخص الأسعار، فعاليتها كمضاد سرطاني هذه لا غبار عليها، غير الفعالية الثانية اللي موجودة فيها. خلينا نتعرف على هذه الوصفة. شو شايفين أمامنا؟ بعض البذور حسب الاختيارات، في عنا بذور القرع أو اللب الأبيض، في عنا بذور الشعير، في عنا بذور القمح، في عنا بذور الكزبرة، في عنا بذور الحبة السوداء، في عنا بذور القزحة اللي هي الحبة السوداء، والبذور الرئيسية لمرضى السكري اللي هي الحلبة. الحلبة كل هذه البذور مجتمعة تجتمع في خصائص، أول شيء الألياف الذائبة والغير ذائبة هاي بنعرفها، بس اللي ما بنعرفه إنه هاي الألياف هي تحتوي على أكبر مضادات سرطانية لجنين، وهذه المضادات السرطانية قوية في منع سرطانات كوقاية لسرطانات البنكرياس، سرطانات الثدي، وسرطانات الكولون. بعض الأبحاث لقوا إنه البذور تحتوي على اللجنين، وهذه فعالة في الوقاية من السرطانات في المناطق هذه اللي هي محسومة حسب الأبحاث. طيب، ما دام هالبذور هذه فيها كل هالفوائد من ناحية مقاومة سرطانات ومقاومة الالتهابات بالمضادات الأكسدة القوية اللي موجودة فيها، إذا أنا بدي أفعلها، أفعل البذور هاي وأحرر مضادات الأكسدة وأضاعفها، في هاي الحالة بنبتها يعني بحط تربة جيدة من عندي في البيت صالحة، ضامن إنه ما أحط أي شيء عضوي أو مش عضوي على هالتربة هذه، وبحط البذور هاي وبغطي عليها، بحط مياه طبعا، ولازم كل يوم أحط المياه بدرجة بسيطة مع أشعة الشمس. بخلال 5 أيام بتصير ترتفع شوي لحد 4 سنتي 5 سنتي البراعم الخضراء. بعد 5 أيام إذا بدكم تتركوه 10 أيام بيرتفع ل10 سنتي، فصار عندي منبت مع الخضار أو اللي هي الشعير، حكينا الشعير والقمح، الدقيق بتاعهم بتاع الأعشاب هذه المنبت من أفضل المضادات الأكسدة اللي ممكن نأخذها. أوكي، هلا كيف ممكن أستخدمه أنا؟ ممكن أقطع الأخضر هذا وأعمله عصائر، ممكن أقطع الأخضر هذا وأجففه في أشعة الشمس وأستخدمه كمسحوق. هذا المسحوق ممكن أستخدمه بأساليب كتير، منه أضيفه لمستحضرات العناية بالبشرة كمضاد أكسدة قوية، هيعمل على تفتيح البشرة وهيعمل على نضارتها. إذا أي مشاكل جلدية بستخدم في هذا المسحوق وبخلطه مثلا مع زيت جوز الهند أو شوية مياه، وبحطه على مناطق مثلا جلدية فيها بقع جلدية، في حب شباب، في التهابات فروة الرأس. ممكن أعمل منه زيوت من هذه المواد، زيوت مضادة للأكسدة، بس بضيف على المسحوقات زيت خفيفة كزيت عباد الشمس أو دوار الشمس. زيت دوار الشمس مليء في فيتامين إي، أكبر مضاد أكسدة غير اللجنين. فإذا وضعته مع زيت عباد الشمس المسحوق هذا، ممكن أستخدمه كدهن للمفاصل، للبشرة، لتفتيح البشرة، للحبوب الشباب، تقرحات فروة الرأس. ممكن أضيفه المسحوق هذا على السلطات، ممكن أضيفه على الشوربات، رخيص كويس، أي واحد ممكن يعمله في البيت ويأخذ على لهذه المواد المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان، بدون ما نروح للفوائد الثانية اللي موجودة في هذه البذور من مغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وحديد وزنك، فيتامينات بي كلها، بي 1 بي 2 بي 3 نياسين، فوليك أسيد، كل المعادن
والفيتامينات اللي بحاجة لها المرضى اللي بيعانوا من مشاكل الأعصاب والاضطرابات الدماغية النفسية، لأنها يعني كلها تحتوي على مليئة بالحامض الأمين التريبتوفان، هذه البذور، وهذا الحامض رئيسي في تكوين هرموني لموصل عصبي السيروتونين، غير إنه مغذي للبكتيريا الجيدة اللي موجودة في المعدة وفي الموجودة في الكولون، وهذا بحد ذاته كفيل إنه ينشط عمل السيروتونين للراحة النفسية. ومش بس هيك، هذه البذور هي نفسها البذور اللي بنستخدمها لعمل التلبيني اللي هو حساء الشعير المطحون، فإذا بنجمعها مع بعض ونطحنها وبنعمل منها حساء مع الحليب أو اللبن، أو إذا بدكم وصفة أفضل بتحطوا اللبن على مطحون هذه البذور بنطحنها مجتمعة في طحانة القهوة، أي بذور بدكم إياها بغض النظر، الشعير، القمح، حبوب الرشاد، الكزبرة، الحلبة، هذه كلها بذور جيدة. إذا طحنتها بصير في عندي طحين، الطحين هاد في فترة الليل بحط عليه لبن رايب، يعني لبن مع بكتيريا جيدة، البكتيريا لبنية، بحط لي نصف كاس مثلا من هذه البكتيريا من هذا اللبن على كاس من هذا المطحون، وبعجنه وبخليه لفترة الليل بمكان دافئ شوية، بغطيه زي العجين. والفترة الصباحية هاي صار عندكم يا حضرات خميرة وعجينة من هالبذور هاي مخمرة في بكتيريا لبنية، ولسه البكتيريا اللي حتخرج من هالألياف هذه اللي طحناها مع وجود اللبن. بس إذا بدنا تخمير أكتر شو بنسوي؟ بنحط لنا حبتين تمر في العجينة، حبتين تمر سكر، السكر لما نحطه حبتين التمر حيساعد في التخمير. فهذه العجينة انتو شطارتكم تفننوا فيها، حطوها بالفرن، اعملوا منها حلويات، اعملوها خبز تصلح، اعملوها بأي أسلوب بدكم إياها، اللي بتاخدوا انتو لسه كمية مضاعفة من المواد القوية في هذه الحبوب، خصوصا فيتامينات بي، بنضاعفها أكثر من 10 أضعاف لأن خمرناها فقط في البكتيريا اللبنية والبكتيريا الثانية اللي هي هذا هو البريوبيوتيك ومكملات فيتامينات بي والحديد والنحاس والزنك والمغنيسيوم، مع مضادات أكسدة قوية مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، مع الكالسيوم اللي موجود وبكثرة في هذه البذور، يعني كله حيروح لمفاصلكم ولعظمكم ويقوي من مناعتكم ويخفف من أعراض أي مشكلة موجودة في الجهاز الهضمي، ابتداء من أحماض المعدة اللي مش قادرة تلحق على هضم هالطعام، مرونة في آلام القولون التقرحي والمشاكل الالتهابات والغازات، وانتهاء في مشاكل الإمساك وصعوبة الذهاب إلى الحمام لعملية الإخراج اللي هي أساسية. حل الموضوع بالألياف الجيدة اللي جاي بمصدر جاي من مصدر جيد اللي هي في البذور، مع عملية تفعيل للبذور هذه بوضع المياه وضعها تحت الشمس اللي تقدر تحرر المعادن والفيتامينات وتزيل تفعيل الفايتك أسيد اللي هو كمان مضاد للأكسدة قوي، صحيح بيمنع امتصاص هذه المواد في داخل الأمعاء، بس هيك احنا حررناه بس ضله موجود، والفايتك أسيد مضاد سرطاني التهابي من أقوى مضادات الالتهاب. عشان هيك فعالية هاي البذور لما نطحنها ونحطها بشكل خارجي بتجيب فعالية قوية، من الأسباب كمان غير احتوائها على كل هاي المكونات الفايتك أسيد اللي موجود فيها لما نعصرها على البارد. شكرا لكم، إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتاخدوا أفكار جديدة، بس بدنا عملية تطبيقات. شكرا لكم.